الستار عن موسم جديد بإذن الله يكون موسم خير وسعادة، وإن شاء الله نشوف مستوى فني متميز جدا جدا لجميع. لحمدي عطف الشمال، كريم طارق لسه مع كرة، كريم انطلق، راح كريم المساندة الحلوة والباصة الجميلة، أحمد متعب عرضية راسية والهدف، جول جوه جول، الهدف الأول، هدف التقدم، الراسية الذهبية من يسر وحيد اللاعب الجديد اللي انضم في هذا الموسم من الترسينة، يسجل الهدف الأول، هدف مهاجمي البنك الأهلي على الشمال من الخطورة، هرب خطير والهدف، مش ممكن مش معقول، كريم طارق من الخطورة، يعقوب عدى حلو، يلعب عرضية حلوة، بمبو التصويب والهدف، يا الله يا مرة تانية على الأرض، لمسة إسلام محارب على الشمال سريعة، الانطلاقة من الخطورة سريعة من شيكا، هوب التصويب والهدف الثاني، جول 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 جول، الهدف وفوز طلاع الجيش على البنك الأهلي في افتتاحية. حسين على الكرة، المنتقم من النادي الأهلي طبعا، بداية من حارس لعبها غلط، تصل كرة إلى زيكو وتسديدة أولى من زيكو، وواصل السيطرة، كل ده في أول دقيقتين ثلاثة، وأدي فرصة، لكن التعادل السلبي ما زال مستمر، مشيت الكرة وانفراد، لكن محمد أشرف اتجاه المرمى، لكن تعال أدي الغلطة، أدي الغلطة، وأدي الهدف، وأدي الهدف، أول أهداف زد في الدوري. لا واضح الجزاء، علي لطفي، عبد الرحمن مجدي بشماله، يا ولد مميز مميز مميز، تاني فرصة درويشية يكتفي صهر مع الدوري المصري، ان شاء الله تكون غير مع صافرة البداية، نقول بسم الله، والكرة مع النادي الاهلي، يلعب الكرة العرضية على القائم البعيد، محمود جاد بالبوكس على طول يطلعها، ما تلاقيش غير كوكا ياخد نفسه في الطرف الشمال وبالكورة ويلعب العرضية، محمود جاد بالبوكس مرة تانية، تترد الرضا سليم، تسديدة امام عاشور لرضا سليم، جول جول السريع، يا ولد يا ولد، يلعبها لامام عاشور، يزنق الكورة على طول امام عاشور، ولكن التاكلينج موجود من باهر المحمدي، ومعاه انذار وطرد، طرد اول حالة بفوز لصالح مارسيل كولر، اللقاء الرابع حتى الان، التقدم للسويسري، بيرسي تاو يلعبها لمحمد هاني، هاني عايز يلعبها لبيرسي تاو، تترد مره ثانيه، بيرسي تاو يلعبها لامام عاشور، يطلبها بيرسي تاو، امام كره عاليه، بيرسي تاو الكنترول يفرق، واحد على واحد يعدي، الثانيه التسديده، روان عطيه كره توصل عند طاهر، طاهر يعدي، يلعبها لاحمد عبد القادر، خطره، لكن تشتيت من لاعب النادي المصري علي معلول، افشى على الارض، كريم فؤاد، يا ولد يا ولد يا ولد يا يا ناحيه اليمين، يحاول يعدي، يلعب الكره العرضيه، احمد عبد القادر، احمد عبد القادر، لكن ضربه ركنيه، اطباء ايضا اللي كان موجود مع النادي الاهلي، وادي صفره النهايه من الحكم محمد عادل. غريب، بلدية المحلة يعود بعد سباق قوي، محاولة لذئاب الجبل، محمد سالم يدخل لمنطقة الجزاء، محاولة تقدم، يدخل، كرة مقطوعة من دفاع فريق المقاولون، توصل للاهوني، تصويبة جميلة، ما فين في مرمى السك الحديد، وسمودة بن سود في الزاوية، يا مستمع بعودة الفريق للدور الثاني، ماما دنياس محاولة اقتراب، عرضية، دور على حكيم، حكيم ينطلق، النيجيري حكيم، حط الكرة، اقتراب من هدف ثاني، رجعت الكرة لحسام، وبالفعل هي صفارة الختام، صفارة النهاية. المصري الممتاز، دوري نايل، دوري النيل. على بركة الله أصدقاء، لكن تتقطع وتعمل هجمة مرتدة خطيرة، حسين فيصل يحطها عند البدري في مساحة، وادي كرة عرضية، جول. جول جول جول. بالقدم اليمنى، يا ولد يا ولد يا ولد، منش حار يعني، قال في المتناول، ودي كرة خطيرة وفرصة وممكن جول، داخل شريف، داخل شريف، وبيصد مسعود، يا ولد يا ولد، وجها لوجه أصدقائي في مواجهة الهاني سليمان، وثالث ركلة جزاء في بطولة الدوري، بالحاج والهاني، بالحاج والهاني، وبالفعل بالفعل اصدقائي في هذه الاثناء، ونادي ام بي بيتكلم انه بزي ادي محمد حمدي يلعب العرضيه، يا سلام يا سلام، خطيره 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 خطيره، تسديده، ولكن
في ايدي حارس المرمى من جديد. ده جمالي طلع احمد داد الحواش خطيره الامبي خطيره التعادل. لا 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 دي ما تضيعش، دي الكره اللي فاتت دي لا تضيع بالامانه. ترجع مره تانية كوره عرضيه خطيره راسيه، ولكن مع الكرة استلام لف ودوران بإتقان البحث عن زميل، كرة على طول انطلاقة يا سلام خطيرة التعادل. لا 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 الأول يريد التخلص من الثاني، هذا العرضية خطيرة جدا، نزلت الكرة من أي سدد خطيرة مش ممكن. من ناحية اليمين الكرة والانطلاقة ومعها صافرة شعراء الإسكندرية، وادي الجماهير، وادي صفارة كابتن محمود ناجي على بركة، بتروح لكن بيطلعها على طول، وادي لعبة طويلة شمال اليمين بيلعبها الباسم، باسم حلوة العاطف هيلحقها عاطف جول. أربع لعيبة أهو منطقة الجزاء، محمد نصير لكن تعدي وخطرة ورزق بيحطها جول. كينجسلي ياخدها ناصر بيلعبها مساحة حلوة هيلم أحمد عاطف لما حلوة وبيلعبها، لكن على طول في مشكلة أهو أحمد شريف وبيلعبها، جايب عدة لعيبة لكن على طول مورو قوية عالية راسية خطيرة جدا، معاكس خطيرة سريعة جن أبوكا عاوز يعدي عدى هوبا التسويب والصدى يطلع في الشمال تصل خالد غندور بعرضية مورو سليف والتسويب والهدف، كرة طرية لأبوكا خطيرة والتسويب حلو والصدى عند محمد إبراهيم، هجمة منظمة إجولة عرضية والهدف مش ممكن يا راجل. هو رجل المباراة، هو المنقذ دائما، هو السفاح صاحب بصمة طبعا محمد عبد الشافي. ادي عبد الله السعيد لمصطفى فتحي بشماله مصطفى صاروخ المهاري يقف على الكرة يرجع بيها مرة تانية للخلف وفرصة وتسديدة ونجح بيراميدز في استعادة الكرة من جديد، مرور ومرة اخرى وتسديدة، اربع تسديدات مقابل اثنين. ادي كرة اخذ الفاول وهينفذه بنفسه ولا هيسيبها الكريم؟ لا هو عبد الله في مساحة ممتازة للنجم للقائد للكابتن والقدم اليمنى، متقدم احمد سامي تحت رقابة عمرو السيسي عالية واحمد سامي بالفعل مش ممكن. دفاع بيراميدز ترجع الكرة تاني الى مصطفى شلبي بيمينه، مصطفى يلفها عالية جوه المنطقة وفرصة للتسديد وضربة ركنية من الجانب الايمن يلفها عالية ابراهيم انضاي يسجل الهدف الثاني عمر عليا جوه منطقه الجزاء يشيل محمود علاء لسه ثم سموحه 21 اكتوبر رايه من عمر فتحي وصفاره وكارت احمر وحاله في مشكله بره الملعب في الثواني الاخيره خلاص ده الوقت خلص ومحمود باسيني صفر فعلا المباراه انتهت لكن الخناقه لسه شغاله. على اي حال لا غالب ولا مغلوب أصدقائي المشاهدين، نتمنى أن تنتهي الأمور على خير وسلام، يبدو أن هي مشكلة خناقة بين الجهازين الفنيين لبيراميدز والزمالك. المباراة كانت مثيرة، كانت مشتعلة، كان فيها حماس كبير، كان فيها توتر.